الخيانة حاجة وحشة، بلاش في لحظة تبقى خاين. الخيانة فصيلة خداع، بس الخداع في الحرب جايز. أما الخيانة مرفوضة بحلها، شيء أساسي ركز يا عارف. الخيانة وضعها كتير، منها ضار للآخرين، ومنها من يؤكد وبلا شك أنك بينك وبين نفسك خاين. وعلى سبيل المثال في هذا الوضع وليس الحصر، افهم يا غالي، إنك تعرف دين الرب وتؤمن إنه إله حق أمر رحمه بكل الخلق وتخالف هذا كده مع نفسك، تبقى أكيد خاين نفسك. ياللي عايز فتنه في وطنك وخرابه برضه بيشرح صدرك وبتتمني هذا في دخلك، انت بكده خاين نفسك. ياللي بتغلط غلطة في دخلك وغلطك ده حس بنفسك، انت الامتى هتفضل خاين نفسك. ياللي بتفرح في غم الناس، انت اكيد بدون احساس وخاين نفسك وضع اساس. ياللي بتسعى لنشر الفتنة، هتخن نفسك انت الامتى. انت وراك اهم امور، ما تخيب مع تليفون محمول، هتخون نفسك فين ما تكون. ياللي قلت انا مهموم بقضايا الكل وبها مشغول، عايز اكون نائب عنكم اشوف مصالحكم فين ما تكون. وفي لحظة بتلغي هذا مع نفسك، انت يا باشا خاين نفسك. فكون صادق ايها الانسان مع نفسك، وده اهم كلام، حتى تنجو بعقلك الفاهم لفعلك في اي مهام. واعلم ان خيانة نفسك هي بداية لاي الام. أما الخيانة الظاهرة في ضرر الآخرين، ما دمت مستمر بدون تفكير في عدم البعد عنه يا حقير، فلا بد وأن يكشف أمرك حتى لو بعد نهاية عمرك. فالخيانة حاجة وحشة، نق نفسك بأي فكرة، المهم ما تبقى خاين. كن عظيم في الكون وعدي، انت كده كده معدي. بس برضو فرق جامد بين نضيف قضى عمره صافي بصدق وفعله واضح، وبين اهبل ملوث خاين ده وضعه والجميع من حوله عارف.